سلام بنات، اش اخباركم؟ هانيين مهنيين، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. غنديروا جوله في بري مارك، هذا ديال جرامبيا، راه درت لكم ديال البيجامات، دابا غنشوفوا ديال اللي كاين ديال الملابس. قويمجات هانتوما، هذه كديره فنه توبلولان، خفيف وطويله بالنسبه للاخوات اللي كيبغوا، كتجي بحال التسيوه، زوين الشكل ديالها، 18 اورو. والكميمات عراض، انا كتعجبني هذه الفصاله، هذه مرحه، جات من هنا مجموعه بلاستيك، 18 اورو. ما عرفتش كاين شي لون اخر، هذه البيج، البيج والبلون كاسي، ماشي ابيض، هذا بلون كاسي، زوينه الشكل ديالها، 18 اورو. اجي نشوفوا شنو كاين عاود، هادو حتى هما 15 اورو. ما عرفتش علاش تيجيو هذوك القطوطه بالكميمات هكا طوال. هادي تاهي زوين الشكل ديالها، توبلولا فن، هادي تاهي 15 اورو. هانتوما هاد الصايات حتى هما عجبوهم، 16 اورو، فنين. شوفوا الستيل ديالهم كيداير، غزالين عراض وطوال، 16 اورو. هادو هادي الصراحه تجي زوينه تلبس معاهم شي ريبيكا، حيت فيها هاد الغوزان ديال، تجي موالمه معاهم الصراحه، ولا البيض. جات هادو 15 اورو، جاو بحال هكا، هادو يجيو مع دوك الجليد ديال الصوف اللي ولاو دابا مؤخرا، يجيو زوينين في اللبسه. هانتوما الكميمات مجموعين، وجات طويلة فن، هادي تاهي 15 اورو. ما كيحمقوني هاد المونا البنات، خاص ميطات، كتلبسي معاه تريكون سكوم وتلوحي فوق منه واحد هذاك الريبيكا طويلة. هانتوما راه عريض كيجي من التحت، ملي كيتلبس كيبان بحال لابس كسوة، زوين الصراحة فن. هادو 16 اورو، كاين هاد اللون، فيهم لاستيك، هادو مريحين جدا، انا كيحمقوني في اللبسة ديالهم، فيهم لاستيك، كاين هاد اللون وكاين هذا، انا عجبني هاد اللوين، زيون هاد اللوين هذا. وهادو سريولات تاهما 9 اورو، صايات نسحب لي سراول، صايات هادو طوال، وكاين هاد الصايات تاهما عجبوهم، فيهم صديفات هكا في الجن وفيهم البلي، 16 اورو هادو. كاين هادو تاهما، هادو فيهم صديفات الوسط عراض وطوال، هادو فنين تاهما، يجيو مع دوك القويميجات اللي كيكونوا عندهم الكميمات و تيكونوا تال هنا، يجيو مع هاد الصايات، يجيو فنين. هانتوما بزاف البنات كيسولوني على الصايات، هما كاينين. و هاد القويميجات تا هي طويلة، الثمن 13 اورو. هانتوما هاد الصاية، التوب ديالها خيط طايح، دفنيونة تاهي مزيونة عريضة، وكاين هاد اللون تا هو. هادو تا هما فنين، هاد الصاية تا هما 9 اورو، هاد اللوين غزال، زوينة وعريضة وطويلة صراحة. كاين تا الكحل، وفيهم حتى هاد اللون الكري، هاد الشكل هانتوما كيجيو زوينين هاد الصايات. هادو بحال اللي وريتكم في الاول، كاين في هاد اللون، هاد التوب لولا خفيف فيه جويبات، هادو تاهما كيجيو زوينين في اللبسه، فنين هادو. كاين هادو، هادو 13 اورو هانتوما عراض، جمعة الجين هادو فني طوال، هانتوما عراض طوال، هاد الستيل هذا زوين.
هادو 13 اورو. شوف في هاد الشكل كميمات هكا وكيتجمعوا من هنا من الحزام وطوال. هادو تما كيجيو زوينين 13 اورو. كاين الزيتي وكاين هاد الكحل ديالهم. هادو 13 اورو القويمجات. هادو ماشي طوال، التوب ديالهم طايح خيط، جاو من هنا مجموعين. هادو بالنسبة كيجيو مع الصايات كيتجمعوا من هنا. هاد اللوين عجبني بصراحة. كاين هادا ما عرفت شناهو، زيتي وقيلة. نفس الموديل 13 اورو. هادو ما عرفت وريتهم ليكم ولا لا. كيجيو بحال هكا وكيتجمعوا بالحزام. هذا هما كيجيو كيتجمعوا هكا بالحزام. وكميمات وهادو تاهما. انتما الدويان غزال. هذا المشكل هادو 11 اورو. الشكل ديالهم زوين صراحة. كاين هذاك البلون كاسي، كاين هذاك البلو سيال، فيهم هذا مخطط كاع اللوينات. عجبني هاد اللوين، هذا حمقني ديال الصيف. هادو تا هما كيجيو طايحين. بالنسبه للاخوات هادو تلبسو مع الصايات، هما يجيو زوينين وهما ماشي الكمام ماشي طوال. بالحق ديروا معاهم الكمام ولا البودي ولا اللي بغيتو، حتى هما زوينين. اكثريه التوب ديالهم بارد. هادو 11 اورو تا هما. هانتوما كي تيجيو طايحين تيجيو فنين. هانتوما هادو عاد جابوهم جيلي 19 اورو في البيض، فيه الجويبات ولا واقيلا غير ديكور، لا فيه الجيبه، فيه الجيب طويل. هانتوما فنين مع السري والبيض واعر. هذا 19 والسروال 13. هانتوما السروال بصاله ديالو غزال الصراحه. هادو كيجيو في اللبسه فنين، ما عرفتش فيهم غير البيض ولا فيهم شي لون اخر. كاين الباج، الباج هذا شكل اخر، هذا قصير دير 17 اورو. هادو ما كينقصوش منهم ديما مره مره. هادوك اللي وريتكم في البيض كاين فيهم حتى هاد اللون، ولكن الجيلي ما بانش ليا بحال البيض، حيت هذاك الجيلي البيض بحالو بحال السروال. هذا لا ما كاينش الجيلي، ما عرفتي بان ليا. كاين هادو، هذا راه التوب خفيف البنات ماشي غليظ، كيجي حتى هو زوين. هاد الجيلي سرول فيه السميطة ديالو هكا. هادو راه ديما كيجيبوهم جيليات، كيجيو تما زوينين في اللبسة. كاين هاد لي فيست هادو شحال دايرين ليهم؟ 30 الاورو. هادو في الدرجين على الموضة هاد لي فيست على هاد الشكل، فيهم هاد الصديفات هادو هكا. شي حاجه كلاس كلاس دو كلاس كلاس دو كلاس. هذه خفيفه، هذه الجاكيطه، هذه خفيفه، هذه هاد لافيست هذه نتوما خفيفه تعاشر في هاد الوقيته. هذه هادو كيجيو مع الجينات، يجيو مع سراول كلاس، يجيو مع اي حاجه زوينين. هادو تاع هادي تاهي بالنسبة لهاد الوقيتة 23، تاهي ماشي توب مغليط، شوية ماشي غليط بزاف التوب كيف كتشوفو. كميمات بحال هكا،
هذه في البيض والكحل 17 اورو تاعي. اوبس انتما هادو 9 اورو. بالنسبه لواحد الاخوات خلو تعليق على حساب برسم واش نتفكر خلو تعليق على حساب الاثمنه ديال التيفي. راه جاوبتهم واحد الاخت هذيك الاثمنه اللي نتمنىك تكوني تشوف هاد الاخوات اللي قالوا اللي خلاو التعليق. نتمنىكم تسمعوا هاد الميساج. دابا الاثمنه اللي كاينه في التيفي ماشي هي هذيك اللي كتبان كبيره اللي تحت منها على حساب اسبانيا، ماشي هذاك هو الثمن اللي كتبان لكم الكتبه كبيره. الثمن هو اللي تحت منه، هذاك هو الثمن دي انا بدي ما كنتش عارفه، والاخوات كانوا قالوا لي فواحد، انا كنت كنقول هذاك الثمن الفوقاني والدريات كتبوا لي بان ماشي هو هذاك الثمن، فلهذا انا مشيت بما انني سولت بزاف الناس قالوا لي الثمن هو اللي كنقول انا دابا اللي قلت لكم في هذا الفيديو السابق. فهمتونا البنات؟ المهم غير للتوضيح وصافي، حيت الاخوات قالوا لي بانك كتغلطي في الاثمنه، ونقدر نغلط شي مرات، انما في هذيك في هذاك الفيديو راه هذاك هو الاثمنه اللي قلت لكم انا. والمهم نتمنى نكون راه الشرح عندي شويه ثقيل ما كنعرفش نشرح، خاصك تجلسي قدامي باش نوضح لك مزيان، ولا دخلي عندي التليفون هكا راه ما كنعرفش نشرح. هادشي اللي كاين. وحاجه اخرى نتفكرها، المهم بالنسبه للاخوات اللي كيدخلوا من اليوتيوب ولا من اي نمره حطيتها ودخلوا عندي، الله يعطيكم الستر، مني تدخلوا خليوا ميساج الله يرضي عليكم باش نعرف انا كيف تدخلي. خلي اوديو وقولي لي انا فلانه دخلت من فلانه او عطاتني التليفون فلانه باش نعرف انا شكون اللي معايا في 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 الواتساب. هادشي اللي كاين البنات. والمهم هاد الصايله عاد شفتها. المهم هذا هو البنات، كنظن غادي نسالي الفيديو هنايا الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.